أستذكر مراكش، أستذكر التاريخ، التراث، الجمال والكمال. سيد الوالي، أرحب بك وحضورك مع الوزير نائب العمدة، الحضور الكريم البهي. نحن في قصر الباهية، وهذا هو عين الجمال. وعندما أيضا تتجه إلى ساحة الفناء أو قصر البديع أو حدائق الماجوريل، فما ترى إلا جمالا بجمال. فحق على اليونسكو أن تكون مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. وعندما نقول عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، نتيجة لتميز هذه المدينة بعناصرها الثقافية. نتحدث عن الأدباء، عن المفكرين، عن العلماء، عن الشباب والفتيات، عن صناع الحرف اليدوية، عن الأقاصيص والحكايات التي تستمتع بها وأنت تجوب ساحة الفناء، عن هذا الجمال في سقوف مباني مراكش. عندما كنت صغيرا كنا نقرأ عن مراكش، وكنا نقرأ أكثر عن مراكش أكثر مما نقرأ عن المغرب، لأن مراكش كانت تسمى المغرب. لذلك كان كثير من الزملاء وغيرهم يبحثون أيضا عن مراكش ويقرؤون عنها كثيرا، لما تتميز به هذه المدينة بثقافتها، بفكرها، بتراثها، بتاريخها العريق. عندما أسسها اللمتوني لم تأتي محض الصدفة. جبال الأطلس تحدها، وقريب منها أيضا الساحل، لكنها توسطت ثم أصبحت مملكة كبيرة جدا. تتحدث عن الجنوب الأفريقي، تتحدث عن جزء من أوروبا، عصر المرابطين، عصر الموحدين، ثم تأتي أيضا يأتي دور العلويين الذين حقا أيضا أعطوها حقها وقدموا لهذه المدينة أشياء كثير. برنامج عواصم الثقافة في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بدأ في عام 2001 في مؤتمر وزراء الثقافة الذي عقد في الدوحة، وبني على العقد العالمي للتنمية الثقافية للأمم المتحدة، على أساس تعزيز دور الثقافة في التنمية المستدامة، وأهمية أيضا احترام الحقوق الثقافية والاحترام المتبادل بين الثقافات، وإقرار السلم في الحوار المتكافئ والثقافات أيضا المتبادلة، على أساس التنوع الثقافي والمشترك الإنساني. لذلك أصبح هذا البرنامج أحد أهم الركائز الأساسية في برامج اليونسكو. طور هذا البرنامج خلال الأربع سنوات الماضية ليأخذ حقه في أن أي مدينة تصبح عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لا بد أن تكون المدينة هذه تاريخية، لا بد أن يكون لها تراث كبير جدا، لابد أن تكون أيضا مدينة معرفية حضارية بعلمائها، بأدبائها، بكل ما تحويه. لذلك أصبح هذا البرنامج أحد الركائز الأساسية التي حقيقة تجمع أيضا بين عواصم الثقافة في العالم الإسلامي، ولكن لابد أيضا مدينة هذه تساهم في وضع الثقافة في عالم الإسلامي كأحد المحاور الرئيسية في التنمية المستدامة في العالم الإسلامي. أنا على يقين بأن هذا العام والذي حظيت به مراكش بشرف الوسام الملكي الكبير بأن حظيت برعاية ملكية سامية، ستكون مراكش حقا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي بكل ما يحتوي هذا المسمى من معنى. وآمل إن شاء الله من والي جهة مراكش وأسفي وعمدة مراكش
علماء وأدباء مفكر مراكش ونساء مراكش ورجالاتها، ولكن أيضا شبابها وفتياتها، أن يعطوا هذا العام حقه من الجمال، وأن يظهروا مراكش للعالم الإسلامي والعالم أجمع بما تتميز به من ثقافة، من فكر، من علم، من أدب، من فن، من طرب، ومن دقة مراكشية.